يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه هتبدا مع الاهلاويه. اهلا وسهلا، تحياتي لحضراتكم في بدايه الحلقه، والبدايه مع الاهلي العالمي. بكره ان شاء الله تبدا بطوله السوبر جلوب، بطوله كاس العالم للانديه لابطال كره اليد، طبعا اللي بيشارك فيها النادي الاهلي ممثلا وحيدا بالمناسبه عن مصر وعن القاره الافريقيه. القاره الوحيده اللي بيشارك منها نادي واحد هي قاره افريقيا، هو النادي الاهلي، بعد فوز طبعا مستحق على نادي الزمالك في السوبر الافريقي اللي اهل الاهلي للمشاركه الثانيه على التوالي في بطوله كاس العالم للانديه اللي هتشهد السعوديه وتحديدا الدمام انطلاقها بكره ان شاء الله. بطوله هتبدا من يوم 7 تستمر لغايه يوم 12 نوفمبر. كل التوفيق لابطال النادي الاهلي اللي مشرفينا ورافعين راسنا، ابطال كره اليد اللي هيواجهوا بكره النور السعودي. ويمكن نظام البطوله طبعا مباراه مهمه جدا، مش بس عشان مباراه افتتاحيه، لكن مباراه مهمه جدا تفرق معانا في الرانكينج او في التصنيف في البطوله. البطوله نظامها شويه يعني مختلف على الانظمه المعتاده في البطولات اللي زي دي. احنا معانا طبعا برشلونه في المجموعه، معانا النور السعودي والاهلي، هي دي مجموعه الاهلي، ثلاث فرق فقط، كل مجموعه فيها ثلاث فرق. الاوائل في الاربع مجموعات هيلعبوا على المركز من الاول للرابع، التواني هيلعبوا على المركز من الخامس للثامن، والتوالت هيلعبوا على المركز من التاسع للاخير. فبكره مهم جدا ان شاء الله باذن الله. طبعا الاهلي بيلعب خارج ارضه، النور بيلعب على ارضه وسط جمهوره، لكن ما عنديش شك، المعلومات اللي عندنا انه تذاكر المباراه نفذت بالكامل، وثقتي طبعا في جماهير النادي الاهلي اللي موجوده في السعوديه بشكل كبير، اكيد جمهور الاهلي هيكون حاضر بكره. لكن اهميه المباراه بتيجي منين؟ انه هي المباراه الاسهل للاهلي في المجموعه، عشان يعني نكون صراحة مع بعض، برشلونه هو البطل التاريخي لبطوله كاس العالم للانديه، واحد من اقوى فرق العالم في الهاندبول. لكن نتمنى التوفيق طبعا لرجالتنا، وفي حدش عارف في الرياضه كل شيء ممكن وكل شيء جايز، لكن رهاننا الاكبر اعتقد هيكون على مباراه بكره. كل التوفيق لابطالنا اللي مشرفينا ومشرفين الاهلي العالمي. وخد بالك العالميه دي اصلها مش بتيجي ابدا بالصدفه، فكره او صفه العالمي دي تيجي بحاجات كتير جدا، تيجي بالمشاركه في اكتر من بطوله كاس عالم، يعني ما تكونش مشاركه وحيده وبالصدفه. مش كل فريق شارك في بطوله كاس عالم مره او حتى مرتين ممكن لك انت تطلق عليه لقب العالمي. والاهم من ده ان تكون مشاركتك مش تمثيل مشرف، يعني فكرة انك انت تكون حاضر كضيف دائم على البطولة ده في حد ذاته برضو ما يخليكش توصل لمرتبة العالمية حتى لو كانت المشاركة دي متكررة. لكن قدرتك على تحقيق انجاز وسط الكبار ده شيء كمان يضيف لرصيدك. والاهم بقى، الاهم، ودي النقطة الاهم، لانه ممكن نادي كبير يقدر يحقق ده على مستوى لعبة واحدة. يعني ممكن تكون نادي عظيم جدا في كرة القدم، لكن ممكن ما يكونش عندك ألعاب تانية، أو حتى ممكن يكون عندك ألعاب تانية بس الألعاب التانية مش واخدة نفس الدرجة من الاهتمام أو نفس الدرجة من النجاح اللي بتحققه اللعبة دي. فلنفترض مثلا إنه لعبة كرة القدم هي النشاط الرئيسي، ممكن تلاقي عندك الباسكت بعافية شوية، الطايرة بعافيتين، الهاندبول مش موجودة. لكن كونك تقدر تنافس على المستوى العالمي في أكتر من لعبة، انت بتتكلم طبعا يعني على انجازات كبيره جدا، رابع العالم في السله وثالث العالم في كره القدم ثلاث مرات، فبالتالي في رابع العالم في الهاندبول النسخه الاخيره من السوبر جلوب، فبالتالي انت بتتكلم على مشاركه فعاله في كل الرياضات، ودي حاجه قليل قوي قوي قوي. مش عايز اقول الاستثناء الوحيد هو الاهلي، لكن قليل قوي قوي على مستوى العالم الانديه اللي ممكن يكون عندها القدره دي. اعتقد وانا اتفق بشكل كبير جدا مع صديقي ابو علي انه مفيش نادي عمل المعادله دي. يمكن برشلونه، انا مش عارف برشلونه في السله ايه اخباره، لكن انا متاكد انه انديه قليله جدا ان لم تكن تعد على اصابع اليد الواحده هي اللي عندها القدره انها تعمل ده، وخصوصا لما بتكون بتتكلم على قاره افريقيا. يعني لما بتيجي تتكلم على الرياضه في اوروبا، انت عارف الامكانيات عامله ازاي والتطور عامل ازاي والادوات عامله ازاي. لما بتتكلم على اسيا حتى برضه امكانيات الماديه جباره، بتحاول او بيحاول
الاسيويين ان هم سواء كنت بتكلم على الصين، بتكلم على اليابان، بتكلم على كوريا، او بتكلم على الخليج، بيحاولوا ان هم يعوضوا ضعف الامكانيات والمهارات بقصه الماده، وفي اوقات كتير جدا بينجحوا. شفنا تجارب ناجحه لكوريا قبل كده، شفنا تجارب ناجحه لليابان يعني، والخليج بيحاول، ويمكن في طفره ونقله نوعيه في الخليج فبيحاولوا يعملوا ده. امريكا الجنوبيه مواهب جباره، الفطره هنا بتلعب دور كبير جدا في نجاح الانديه اللاتينيه، بالاضافه طبعا ان عندهم موارد ماليه بالتاكيد ما تقارنش مع قاره افريقيا. فكونك بتمثل قاره وتقدر تعمل الكم ده من النجاحات في ظل الامكانيات الضعيفه، حتى وان كان الاهلي من اكبر الكيانات الرياضيه اقتصاديا على مستوى القاره الافريقيه يعني، ولكنه لما نيجي نقارنه بالكيانات اللي زيه في امريكا اللاتينيه او في اوروبا او في امريكا الشماليه حتى اللي هي حديثه العهد بال يعني بكلف كره القدم، او في اسيا، تلاقي طبعا ان افريقيا خارج المنافسه بكل شكل من الاشكال، ما تقدرش تحطها في منافسه او مقارنه مع اي من الناحيه الاقتصاديه، بتكلم من ناحيه الامكانيات الماديه مع اي من الابطال دول. ففعلا الاهلي عالمي، والاهلي يشرف ويرفع الراس. طيب حلقه النهارده الاهلي وسيراميكا، ومش بس سيراميكا، تقدر تقول انه حلقه النهارده امتداد لكلامي امبارح. وانا هنا الحقيقه حابب اتكلم في نقطتين مهمين جدا لجمهور النادي الاهلي. ممكن في وقت من الاوقات غلطه لعيب تخسرك ماتش، وممكن في وقت من الاوقات مستوى لاعب يتراجع فتحس انه كان سبب في تراجع الاداء، او تحس انه مش هو ده اللاعب اللي ممكن تراهن عليه في الوقت ده. لكن ابدا 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 ده اللي انا اتمناه من جمهور النادي الاهلي، وده اللي انا ثقه ان فيه يعني الاغلبيه من جماهير النادي الاهلي اللي بتشجع الاهلي على الحلوه والمره معاه، اللي ما بيفرقش معاها مكسب من خساره لكنها واقفه في ظهر النادي الاهلي على طول. عمري انا شخصيا ما هاجم لاعب من لعيبه النادي الاهلي طول ما هو لابس تيشيرت النادي. هو لا يمثل نفسه بالنسبه لي انا على الاقل، هو لا يمثل نفسه، هو يمثل اسم النادي الاهلي. وانا مش يعني بصرف النظر على ده عمري ما كنت ناكر للجميل، يعني عمري ما نسيت ناس كانوا اصحاب فضل، او عمري ما نسيت ناس كانوا ليهم مواقف كويسه معايا، او عمري ما نسيت ناس في وقت الازمه كانوا واقفين جنبي. فبالتالي ما ينفعش ابدا 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 مهما كانت الاسباب، حتى لو كانت خساره لقب، الاهلي شمس لن تغيب عنها الالقاب ولا البطولات. بنخسر النهارده وبنقوم نحقق بطوله واثنين وثلاثه. فما ينفعش ابدا ولا يليق ان احنا نتشد لفكره مهاجمه لاعبين، حتى لو في يوم من الايام زعلونا، او حتى لو في يوم من الايام خرجوا عن النص، وده ما بيحصلش في الاهلي كتير. الكلام على اسماء كتير على فكره عشان الناس ما تاخدش الكلام على قفشه، وقفشه وارد جدا نرفزت ملعب، وانا عارف والقصه اتحكت لي بكل تفاصيلها انها بحسن نيه او بطيبه نيه، لانه الحقيقه يعني الولد ملتزم جدا جدا جدا، وبيحب الاهلي بجد، وبيحب وبيحترم جميع نادي الاهلي، ففيش داعي نكبر او نمشي على موجه الناس اللي بتحاول انها تكبر الامور وتخلق مشاكل وتزرع فتن، لانه ده مش النادي الاهلي ومش اوضه لبس النادي الاهلي. ومارسيل كولر تجاوز الموقف وحضر ويعني خلاص والقصه انتهت. بس انا كلامي، بس انا حبيت اقول كلامي مش بس على قفش، لانه الكلام ده حصل في اوقات كتيره مع اسماء تانية كتير. ممكن يكون في غضبه في وقت من الاوقات على عبد القادر، ممكن يبقى في غضبه في وقت من الاوقات على معلول. شوفوا انا بكلمكم على معلول، واحد من اللعيبه اللي ليها رصيد عند النادي الاهلي يشفع له لسنين وسنين. هاني نفس الحكايه، شريف نفس الحكايه قبل ما يمشي طبعا، فوارد جدا في ده. لكن مش هنستفاد شيء ابدا على الاطلاق لما نكسر لاعبتنا وهم لسه معانا. ما ينفعش باي شكل من الاشكال، حتى اللي بيطلعوا من عندنا يعني، حتى الناس اللي بتمشي من عندنا وهم عاملين اللي عليهم وزياده، الناس بتفضل تحبهم وتقدرهم حتى هم لابسين تيشرت تاني غير تيشرت النادي الاهلي. فبالتالي ارجوكم يعني، انا بس احنا لسه في مشوار طويل جدا يعني، الموسم لسه تقريبا ما ابتداش. لعبت 3 ماتشات في الدوري، لعبت الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا، لسه دور مجموعات ولسه مراحل اقصائيه، اهم بطوله ما جاتش كاس عالم انديه. فلا من مصلحتك انك انت تكسر في معنويات لعيبه، لا مصلحتك انك انت تقول ده ينفع ولا ده ما ينفعش، ده يمشي ولا ده يقعد، ما اعتقدش ان ده هيفيدنا باي شكل من الاشكال. بعتذر عن الاطاله، عندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها في ماتش الاهلي وسيراميكا، وزي ما قلت لكم مش بس سيراميكا، سيراميكا والجونه واللي جاي، لانه جاي صعب ومضغوط وفي ظروف صعبه جدا. قبل ما اقول اهم اخبارنا النهارده، اسمحوا لي اروح لفاصل سريع وارجع لحضراتكم.
في قاره مليانه بالمواهب الحقيقه، محتاج انك انت تبص وتطلع جواهر، جواهر بتتالق في اكبر واهم انديه العالم. من ايام ما كنت بتفرج على جورج ويا، وصولا لنجمنا طبعا محمد صلاح، ممكن اقول لك قائمه لا تقل عن 100 اسم باقل مجهود، طلع لك 100 اسم كانوا من اهم واكبر اسماء نجوم الكره في اوروبا. واللي جاي اجباري، الطريق اجباري، ما عندكش حل تاني. يعني مع الديفاليشن اللي بتحصل ومع التحديات الاقتصاديه اللي بيواجهها العالم كله واحنا كمان بنواجهنا في مصر، لازم هتبص على انك انت تكتشف بدل ما تفكر انك تاخد على الجاهز. والكلام ده ينطبق على الجميع على كل الاحوال. وفرصه كمان، فرصه لينا ان احنا نصدر ولادنا بره. النهارده الدولار بتتكلم على صفقه اللي بمليون دولار او 2 مليون دولار او 3 مليون دولار لما تيجي تحولهم المصري، الرقم كبير جدا. فالفرص قدامنا نطلع مواهبنا احنا كمان بره، وندور على فكره ان احنا نطلع المواهب الافريقيه من بدري بدري. طيب نروح لاخبارنا النهارده ونشوف اهم اخبار الاهلي في الاهلي نيوز روم. طيب النهارده مارسيل كولر قرر انه النهارده يدي راحه للعيبه، ان انا اداهم راحه من التدريبات، وبكره ان شاء الله يرجع الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراه الاربع، المباراه المنتظره قدام سيراميكا اللي مقدم الحقيقه سيزون كويس. وهنتكلم النهارده عن سيراميكا مع ايمن رمادي، لانه الحقيقه الفريق يعني على المستوى الفردي عنده اسماء مميزه جدا جدا جدا، وعلى المستوى الجماعي الحقيقه بيلعب كره كويسه، واهم من ده نتائجه، عامل نتائج كويسه وجاي من فوز مهم جدا على متصدر البطوله ولو مؤقتا بيراميدز طبعا، اللي بيحتل الصداره برصيد 13 نقطه، كسب بيراميدز بنتيجه 2-0. فبالتالي معنوياته عاليه، عنده لعيبه كوره كتير، فرقه محترمه معاها مدير فني انا بحترمه جدا الحقيقه، ايمن رمادي من المديرين الفنيين المصريين اللي عيني عليهم دايما وبشوف دايما بيقدم ايه. فبالتالي مباراه صعبه في توقيت مهم محتاج منها حاجات كتير قوي، بالاضافه للثلاثه بونت اكيد طبعا. مفيش شك انه انت مش محتاج لا تتعادل ولا تخسر، مش عشان حساب النقطه والنقطتين، مقدور عليهم. وانا ما عنديش شك انه الاهلي لما يوصل لمستوى كويس المنافسه او البطوله ان شاء الله باذن الله هتكون محسومه لصالح النادي الاهلي. يبدو انه كل الفرق عندها مشاكل، الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا، الفرق اللي بتنافس الاهلي على اللقب يعني، مودرن ما عندوش نفس طويل، بيراميدز وقعته كتير. وبالتالي مع فكره المواجهات المباشره اعتقد انه الاهلي فرصه كبيره جدا في تحقيق لقب البطوله. نتمنى ان شاء الله باذن الله بس انه الكيرف يبقى في الطالع، لكن الاهداف الثانيه انا وكثيره جدا الفتره اللي جايه، وخصوصا انه بعد ماتش الجونه في فتره توقف هتمتد لحوالي 12 يوم او 10 ايام، الفتره بتاعت معسكر منتخب مصر الوطني، اتمنى له التوفيق طبعا في انطلاقه مشوار تصفيات كاس العالم جيبوتي ثم سيراليون. القصه في ايه؟ القصه انك بعد الرجوع من المعسكر ده تقريبا ما عندكش وقت، تقريبا ما عندكش وقت. الموسم ده مبتدي معكوس، يعني والله يعني بكلمكم، يعني الناس اللي خططت للموسم ده على مستوى البطولات والتنظيم ما اعرفش بصراحه فكرت على اي اساس. المفترض انه طبيعي جدا في العالم كله منحنى الاداء بيبدا بشكل تدريجي لغايه لما يرتفع وصولا لقمه المستوى ثم تفنيش الموسم وبعد كده نريح عشان بدايه موسم جديد. لكن السنه دي انت كل البطولات الكبيره جدا مبتدي بيها بدري بدري، يعني ابتديت سوبر افريقي، دخلت سوبر ليج، رايح كاس عالم، ابتديت بطولة افريقيا، كل ده في بداية الموسم. فبالنسبة لفريق زي الاهلي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. على كل الاحوال عشان كده بقول لكم اهداف ماتش سيراميكا تتخطى بكتير وبمراحل فكرة الثلاثة بونت. عندك لعيبة محتاج تجهزها، في لعيبة ما دخلتش سكواد لغاية دلوقتي، يعني سولية ما دخلش محتاج تجهزه، سولية ورقة مهمة جدا. كريم نيدفيد انا بشوفه واحده من اهم الاضافات لسكواد الاهلي السنه دي، ما خدش فمحتاج ياخد. في لعيبه كريستو محتاج تديله، فبالتالي انت عايز تجهز لعيبه لانه انت مع حد متولي نفس الحكايه. فانت مش عارف لما تروح كاس العالم بعد شهر من دلوقتي مين الاوراق اللي هتكون قدامك، فانت بالتالي محتاج تجهز سكواد كامل وانت ما عندكش غير ماتشين في الدوري، واعتقد هيكون بعد معسكر المنتخب وفتره التوقف ماتشين تانيين، واحد في افريقيا واحد في الدوري، دوري ابطال افريقيا طبعا والدوري المصري. فبالتالي الاجنده والاهداف كبيره جدا. معلول قصته، معلول بعد ماتش المقاولين اشتكى من الم في العضله الخلفيه في رجلي اليمين، والجهاز الفني حتى ما يعني ما امبارح هو ما اتمرنش، جهاز فني يعني عمل بعض البرامج يعني برنامج ليه في الجيم كده،
والنهارده هيخضع لفحص يبين حاله علي معلول من المشاركه في مباراه سيراميكا ومن بعدها الجونه. ظني وتوقعي مش معلومه، لكن ظني انه معلول هيكون خارج الحسابات حتى لو اثبتت الاشعه سلامته. واعتقد انه معلول محتاج شويه ياخد نفسه. معلول من الجنود المجهوله اللي بقاله 4 سنين ما بيونش ومحدش بيشيل معاه. كل مراكز الاهلي في حد يشيل جنبك، في حد يريحك، لكن معلول ما كانش الحقيقه يعني سعيد الحظ بانه في حد تقدر تعتمد عليه في الحته دي، فبذل مجهود كبير جدا 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 فوق طاقته الحقيقه، فبالتالي يحتاج اعتقد راحه عشان تحافظ عليه للي جاي بعد كده، واللي جاي بعد كده اهم. منتخب الشباب عنده معسكر مغلق، منتخب الشباب طبعا مع كابتن وائل رياض اللي بنتمنى له التوفيق، المدير الفني الوطني اللي وثق فيه اتحاد الكوره، ويمكن كان في زياره من سيد جمال علام رئيس اتحاد المنتخب، عنده معسكر طبعا عشان بطوله شمال افريقيا. ده الجيل الرابع للكره المصريه، يعني بعد الجيل المنتخب الاول الجيل الكبير اللي ان شاء الله هيخوضوا تصفيات كاس العالم، عندك جيل بعد كده كابتن شوقي غريب، كوكا لا مش كوكا، اكرم توفيق، امام عاشور، فتوح، مصطفى محمد، وعندك جيل الاولمبي اللي مع ميكالي دلوقتي اللي هو كوكا بقى وحمزه علاء واحمد عيد وابراهيم عادل واسامه فيصل، وبعد كده الجيل اللي مع كابتن وائل رياض ان شاء الله ده الجيل اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وفي لعيبه كتير واعده جدا، يعني منهم حقيقه انا حطيت عيني جدا على 3 اسماء من عندنا في الاهلي، وقلت لكم قبل كده ثقتي كبيره جدا في زعلوك ومعتز محمد وكباكا، اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله هتكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي فيما هو قادم، ونتمنى تكون كمان اضافه لمنتخب مصر في تحدي بطوله شمال افريقيا ويكونوا موفقين. فاصل ونرجع لحضراتكم. بعد ما عدينا مطب المقاولين، وخد بالك مطب المقاولين ده كان مطب صعب جدا، يمكن ما تكونش راضي عن الاداء بنسبه كبيره او ما كانش الاهلي ظهوره بالشكل اللي انت كنت مستنيه ومتوقعه، بس المباراة دي كان مهم جدا انك انت تعديها بمكسب بصرف النظر عن الاداء، لانه جايه بعد خروج من بطوله في اوضه لبس النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي معنوياتهم بتتاثر بشكل كبير جدا. الفريق اللي اتعود طول عمره على لقب البطل او على المركز الاول، خروجه من اي بطوله بيبقى صعب، عشان كده البطوله دي او المباراه دي جت في توقيت مهم جدا انك انت تعدي المطب ده، تعدي المرحله الصعبة دي، وده اللي احنا نجحنا فيه، واللي نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان احنا نبتدي نعلي كيرفنا في الفترة اللي جاية. صحيح ما عندكش فرص كتير وعندك فترة توقف مش قليلة، نتمنى طبعا توفيق فيها المنتخب مصر، لكن ما هو قادم بعدها صعب جدا، صعب جدا تبدأ مشوار افريقيا في دور المجموعات، وصعب جدا تروح كأس العالم من غير ما تكون اتليست في المحطتين على الاقل، يعني في المحطتين دول مطمن ومحقق اهدافك. وانا كلمت مع حضراتكم امبارح وهتكلم كمان النهارده في فكره انه ماتش سيراميكا وماتش الجونه اهدافنا فيهم تتخطى بكتير فكره ال3 بونت. ال6 بونت اللي انت هتاخدهم مهمين جدا على عيني وعلى راسي. اكيد طبعا عايز الاهلي يكسب، لكن الاهم من ده يهمني انه الاهلي يحقق من 180 دقيقه دول اهداف تانية كتيره جدا تساعدنا وتحضرنا وتجهزنا للي جاي. قبل ما ادخل في الموضوع ارحب بضيوفي حماده الشناوي ونادر شبانه، بيشرفوني النهارده في السادسه. مساء الخير حماده. مساء الخير يا ابو حميد، وكالعاده ان انا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده. منور الدنيا دايما. مساء الخير يا نادر. مساء الخير يا ابو حميد، ومبسوط دايما ان انا معاكم مع الشناوي، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه على تنوروا الدنيا ان شاء الله باذن الله وتكون مفيده حبيب. كمان وانا إن اعتقد انه جمهور النادي الاهلي حاطط عينيه على احنا لسه عندنا طبعا الاصعب لم ياتي بعد، يعني خلينا متفقين انه الموسم صعوبته ومستوى منافساته وبطولاته الاهم بالنسبه لجميع نادي الاهلي لسه ما دخلناش في الجد فيها، سواء كنا بنتكلم على دوري الابطال، سواء كنا بنتكلم على بطوله كاس العالم، ودي الحاجات اللي احنا طموحاتنا فيها كبيره. الكاس العالم اعتقد انه الكل بيحلم يوصل لاول مره فاينل، وبطوله تشامبيونز ليج هي البطوله الاهم على مدار التاريخ بالنسبه لجميع نادي الاهلي، بنحلم ان احنا نتوج بيها. كنت بتكلم في بدايه الحلقه على انه الظروف صعبه والسيزون بادي بدايه معكوسه، التقيل كله قدام، التقيل كله في النص الاولاني، فبالتالي انت دخلت في المعركه يعني في اعلى مستويات. الاجنده كده فرضت علينا ده، عندنا ماتشين مهمين جدا مع سيراميكا ومع الجونه، عايز اسمع رايكم فيهم، بس قبل ما ادخل في الماتشين دول وايه اللي ممكن نحققه او ايه اللي ممكن نتارجته في الماتشين دول، عايز اسمع منكم اهم المكاسب اللي خرج بيها النادي الاهلي من مباراه المقاولين. ابدا بالشناوي.
هو طبعا اهم حاجه في الماتش المقاولين ان احنا كسبنا الثلاثه بونت، خاصه والاهلي ما كانش في افضل حالاته، ودي ميزه طبعا ان انت تكسب وانت مش في افضل حالاتك تعرف تاخد الثلاثه بونت. الميزه اللي انت خدتها والمكاسب اللي انت خدتها هو الاستقرار شويه، لما تكسب تبدا الثقه بترجع مره تانية، خاصه وانت جاي بعد خساره او خروج من السوبر ليج، فما بالك لو انت خسرت مثلا ماتش المقاولين، الامور ما كانتش هتبقى مستقره اكتر بكتير. ولكن المكسب بدا يهدي الاجواء شويه. كمان على المستوى الفردي يعني شفنا موديست بدا ان هو يتنفس شويه الصعداء، وبدا ان هو يكشر شويه عن انيابه وعن امكانياته، ظهر مش السوبر طبعا، ولكن هو بدا ان هو يظهر. في كمان ان احنا وقفنا على النقاط السلبيه اللي تقدر او اللي يقدر مارسيل كولر ان هو يشتغل على الفتره الجايه. احيانا الايجابيات مش بس ان انت حاجات الحلوه، لا، احيانا الايجابيات ان انت تحط ايدك على الحاجات السلبيه وتشتغل عليها وتحاول تطور منها عشان تفيدك في المرحله اللي جايه. من الحاجات الايجابيه اللي اتمنى كمان ان هي تكمل معانا فكره ثبات التشكيل. ثبات التشكيل مش المفروض عليك، يعني انت تثبت تشكيل الافضل يلعب وتقدر تعمل الروتيشن من خلال التبديلات مش من خلال ال 90 دقيقه، لان دايما يا احمد ال 11 لعيبه لما بيكونوا مع بعض ومستمرين بيحصل نوع من التجانس والتفاهم في اللاوعي. انا كلاعب ما بحتاجش ان انا افكر كتير ان انا هعمل ايه، زميلي بيتحرك فين، زميلي بيعمل ايه. واحده المودست اهي وانت بتتكلم عليه من شويه. مودست يعني لا، بدا ان هو فعلا يكشر عن انيابه، وبدا ان هو يقول ان هو موجود. لا، وكمان على فكره حصل على تقييم 7.2، ده رقم برده ما خدوش قبل كده، فبدا ان هو يرجع. فانا بصراحه مستبشر فيه خير ان شاء الله. هنتكلم على مودست لانه بشوف انه يعني طبعا مش هقدر اقول قدم اوراق اعتماده، لكن لاول مره اعتقد في كل مشاركات مودست الناس تحس انه مودست في الملعب موجود. يمكن افتقد اللمسه الاخيره، يمكن لو كان سجل اعتقد كانت هتديله دفعه كبيره جدا، لكن في النهايه انا بشوف انها بصرف النظر عن التقييم يعني هي افضل مباراه لمودست مع الاهلي من ساعه ما جه. نادر، في حاجات شايف على المستوى الفردي او الجماعي انها كانت يعني ايجابيه من مباراه المقاولين؟ اكيد برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي كانت ايجابيه وبالصوره كانت على طاهر دلوقتي. طاهر طبعا قدم مباراه كبيره جدا، بعيدا عن الهدف كمان مستوى طاهر بشكل كبير في المباراه كان مؤثر بشكل كبير جدا. طاهر ما شفناهوش على الحاله دي بقاله فتره كبيره. من مباراه المقاولين اللي كانت السنه اللي فاتت من اللي كانت في نهايه الدوري او كانت نهايه 4-5 ماتشات في الدوري، كان برضو طاهر سجل هدفين في المباراه دي، منهم هدف كان من ركله جزاء. فقدم مباراة بتتفتح على الملعب المقاولين. هو عارف ملعب المقاولين، يعني حتى كان بعد الماتش قلت يعني يا ريت نلعب كل ماتشاتنا بقى في ملعب المقاولين عشان خاطر طاهر، يعني عشان طاهر يسجل ويقدر يعمل اسيست. لكن الموضوع مش يعني تعتقد انه ليه علاقه بطاهر بس ولا ليه علاقه بتوظيف مارسيل كولر لطاهر في الماتش ده؟ بالظبط، دي حاجه برده من ضمن الحاجات، توظيف مارسيل كولر لطاهر في الوقت اللي لما لو شفت الهدف اللي سجله طاهر اصلا. طاهر كانت ميزته الاساسيه لما كان بيلعب في المقاولين ان هو كان لاعب قطري، كان لاعب دايما بيخش العمق بشكل قطري مش لاعب خط ثابت. ايوه، فالهدف اللي اتسجل ده كان طاهر نازل بيستلم الكوره من تحت، عامل الوان تو بشكل رائع جدا مع قفشه، قدر ان هو يخترق من دفاعات المقاولين ويسدد من الوان تاتش، ودي كانت اكتر حاجه بتميزه برده في المقاولين. دي ما شفناهاش من طاهر نسخه الاهلي من وقت ما وصل لحد السنه اللي فاتت مثلا، لان طاهر السنه اللي فاتت قدم مستوى جيد جدا في مباريات كتير برده. الراجل اساسي اول ما مسك الفرقه، دي حقيقه. في ماتش يعني الزمالك اللي كان في السوبر كان طاهر واحد من نجوم المباراه، طبعا الاسيست الشهير اللي عمله كريم فؤاد في نهايه المباراه. فطاهر من ضمن من ضمن اللعيبه اللي فعلا زي ما انت قلت يا احمد، هي فكره التوظيف، انك انت بتلعبه في مكان فيه لعيبه ما عندهاش المرونه ان هي تقدر تلعب في اكتر من خطه. وده شفناه مع قفشه مثلا، واحد من الناس اللي لما كان واحد من نجوم الفرقه وجاب لنا بطوله دوري ابطال افريقيا السنه اللي بعدها، لما موسيماني وصل او لما موسيماني بدا يلعب بال 3-4-3 قفشه ما لقاش دوره في المكان ده. لكن لما نشوف قفشه مثلا هو بيلعب اللاعب رقم 10 الصريح، اللاعب اللي بيقدر يوزع اللعب، اللاعب اللي بيبدا دايما ان هو ياخد ويدي، دي حاجه بتفرق جدا. زي ما شايفين دلوقتي طاهر الوان تاتش دي من الحاجات اللي مش بس طاهر بيفتقدها. هروح لك لاحمد عبد القادر اللي كان بيعيبه بس مشكله ان التطويل في الكوره وانه ما كانش عنده الوان تاتش في المباراه دي. في كذا كوره عبد القادر كان بيروح وبياخد وبيعدي واحد على واحد. انا معلش ممكن نرجع بالجون ده وانت بتتكلم يا نادر، تمام. عشان الجولين بتوع الاهلي تحرك طاهر فيهم كان من العمق. بالظبط، ما ده اللي بتكلم فيه. يعني هنا طاهر مش في تبادل مراكز بين طاهر وقفشه. بص عبد القادر فين كمان يا احمد؟ بص عبد القادر فين؟ اللي هو اصلا المفروض ده جناح شمال. ايوه، بص اتحولت بقى مودست هو اللي جه على الشمال وعبد القادر دخل في العمق زيه زي طاهر بالظبط.
فطاهر دي من ضمن مميزاته. والجون الثاني نفس الحكايه. الجون الثاني طاهر حطها الامام. اشاركوا في حاجه بخصوص طاهر، يعني طاهر من نوعيه اللعيبه اللي بتسمى مهاجم مساحه مش مهاجم كوره، بمعنى طاهر ما يحبش الكوره في رجله كتير. طاهر لو استلم الكوره اكتر من مره في لعبه واحده بتحصل دايما مشكله، انما ميزه طاهر دايما في عدد اللمسات القليله. بص في الهدفين او بص في الهدف اللي سجله طاهر محمد طاهر هتلاحظ حاجه مهمه جدا، لمسه لمستين بالكتير قرار. هو ده طاهر، وده هي. كان سر تالقه مع المقاولين العرب هي. انه كان دايما بيخترق المساحه اللي جوه، شوطه لمسه شوطه. يا ريت لو هيجيبوا لنا الهدف الثاني هنلاقي انه طاهر اتحرك تقريبا في نفس المساحه بالظبط كده، نفس المكان اتحرك، بس هو هنا ما جريش، اللي جري هنا وقطع هاني. هو يعني هو هنا مهاجم مساحه، مهاجم مساحه، هو بس هو داخل جوه عشان يكمل. كره جات له اتصرف زي الهدف الاولاني كده، لمسه الثانيه دخل سند شوط، مفيش اي فتي، لا هو القرار واحد، القرار متحضر. فده طاهر بتاع المقاولين، لما كان مقاولين لما كان بيشوط كتير وبيسجل كتير، فدي كانت الميزه اللي بتميزه على لعيبه كتير موجوده في الدوري المصري. لما كان بيتوظف جناح خط فكان بيقابل مشكله انه دايما كان بيتحط في مواقف واحد على اتنين كتير في الزحمه، فطاهر مش من نوعيه اللعيبه اللي في الزحمه تكون منتجه زي حسين الشحات مثلا، زي بيرسيتاو، انما طاهر عايز مساحات، عايز يهاجم، عايز يتحرك كتير من غير كوره. كان في لعيبه كتير كده، يعني مؤمن زكريا يعني احسن مثال نقدر نقول عليه كده، مؤمن من غير كوره سم، وهو معاه الكوره لا الكوره بتتلخبط في رجله ما بياخدش قرار افضل حاجه، ولكن اللمسه الواحده واللمستين عند طاهر ومؤمن زكريا انا بشبههم دايما من بعض. فطاهر اتمنى يكمل على نفس الستايل ويحاول يقلل الكوره من رجله كتير ويتحرك كتير. الماتش اللي فات كان فعلا واضح ان طاهر بيتحرك بشكل قطري وبشكل وفي العمق ويخش من الجناح لجوه، وكان مؤثر في الهدف الاول وفي الهدف الثاني وفي اكتر من لقطه كمان. طاهر كان بيكمل يخش جوه كمهاجم ثاني، لان خلي بالك طاهر عنده ميزه مهمه جدا انه هيدر كويس، يمكن دي انت ما شفتهاش في طاهر لانه ما كانش بيدخل كتير. الجناح اللي بيدخل لجوه عشان يفضي مساحه لمحمد هاني عشان يعمل كروس او مركز او مركز 8 اللي هو اليو ديانج، هتفرق جدا مع الاهلي ان انت تزود عدد اللعيبه الهيدرز اللي جوه ال 18. فلما يبقى بودست جوه ال 18، لما يبقى طاهر محمد ياسر، انت عندك لعيبه كتير بتلعبها تزود، وخاصه كمان انت بتلعب فرقه دايما بتتكتل وبتقف في مساحات ضيقه، فبتبقى محتاج تزود عدد لعيبه. فلما تزود لعيب مثلا مش طويل او مش مميز في العاب الهواء فانت كده ما عملش حاجه، ولكن لما يكون طاهر موجود لا انا ارشح دايما طاهر يكون موجود جوه ال 18. طيب شوبير وكريم دول اعتقد برضو الناس اتفقت ان هم مكاسب، هو الحقيقه يمكن يعني مش محتاجين نقول وجوه جديده لانه الحقيقه الاثنين شاركوا قبل كده والاثنين اسبق يعني خدوا ثقه، الثقه دي ما يعني بتيجي من الجمهور من عند ربنا يعني، فبالتالي انت بتشوف لعيب بتحس اللعيب ده في الحته دي مالي مكانه، وكريم وشوبير الاثنين عملوا ده في ماتشات قبل كده، لكن بيتهيالي برضو انه تاكيد على ده في انهم مكسب المكاسب ماتش المقاولين يا نادر. دي حقيقه متفق تماما. كريم فؤاد واحد من اللعيبه اللي فعلا بعد طبعا الاصابه بتاعت الصليبي، وان كلنا كنا يعني بنشعر بالحزن بسببه. هو انا كان قصدي ديبيز بس ماشي يعني كريم ديبيس بصراحه انا كنت اتكلمت عليه معاك في ماتش لا كريم فؤاد مكسب من يوم ما جه النادي الاهلي بصراحه. كريم ديبيس من وقت مباراه سيمبا كنت بتكلم معاك في القصه دي، ان كريم ديبيس عنده ثقه في نفسه بتخليه ان هو دايما قادر انه يتعامل، وكانه مش الاساسي بتاعه مش علي معلول. لو جينا شفنا في انديه كتير جدا في العالم لما بيكون اللعيب النجم مش موجود، اللعيب بديله لما بيكون بيلعب مكانه بيبقى محمل بالضغوطات، ده بيأثر عليه بشكل سلبي جدا في الملعب. كريم ديبيس في المباراه ما حصلش ده معايا في مباراه سيمبا، احنا بنتكلم في سيمبا اللي كان في تنزانيا اصلا. تنزانيا فكانت مباراه بالحشد الجماهيري بالناس اللي كانت قاعده في المقصوره بالاسماء اللي كانت موجوده في الملعب بحمل المباراه نفسها، قدم مباراه كبيره جدا، قدم اوراق اعتماده بالنسبه لي من المباراه دي. طبعا يعني لا كلام على فكره مصطفى. الماتشات دي بعيدا عن الكوره يعني اللي هيلعبها او اللي هيقدمها في الماتش بتبين شخصيه اللعيب. دي حقيقه. يعني بروفايل اللعيب، في لعيبه كتير جدا ممكن عندها كوره عظيمه جدا، بس فرقه زي فرقه الاهلي حجم المنافسه طبيعه البطولات تخلي البروفايل هنا او الشخصيه هنا ما بتبقاش على مستوى، فما بالتالي ما تلاقيهوش موجود في الملعب. الشخصيه بتبان في المواقف دي او في الماتشات اللي من النوع ده بالظبط. كريم رغم انه صغير بصراحه لكن كورته بسمع عليها كتير من وهو صغير، يعني في ناس كتير جدا دربوه، في ناس كتير جدا اتفرجوا عليه وشافوه بيقولوا لي الولد ده ولد، يعني محتاج شويه خبره، محتاج شويه وقت، محتاج شويه صبر، هيبقى عالمي يعني. لكن بتفق مع نادر في الحته دي انه ماتش من النوع ده يبين شخصيه اللعيب، بيفرق كتير جدا معاه. وده نفس الكلام اللي حصل طبعا مع اوفر السنه اللي فاتت في مباراه الوداد اللي كانت موجوده طبعًا في مصر،
مباراه عظيمه. الماتش ده يهز بالذات الجول كيبر، يعني سيبك من المركز، اي مركز سايب في ملعب في تسعه جنب منك شايلينك، لكن الحته دي انت شايلها لوحدك مفيش حد هيسندك فيها. والفرص اللي تصدى ليها وقتها كانت صعبه جدا، والغلطه منك فوره يعني محدش هيرحمك، خصوصا كمان يا احمد ان اوفا من اللعيبه اللي في ناس بتتربص لها اصلا، ففي الوقت ده انت بتبقى محمل بالضغوطات انك انت بديل الشناوي وانك حارس مرمى اول في الاهلي، بجانب التربص اللي موجود ليك لاي غلطه، وانك بصراحه ما بتلعبش عشان اسمك شوبير بالزبط. يعني كل دي حاجات بتدور في دماغ مصطفى، فبالتالي هي لودز او ضغوط عليه زياده عن انك انت بقى بتلعب في قبل نهائي افريقيا، وبتلعب مع بتلعب يعني ده من مع الاهلي اصلا ما بيشاركش كتير، فبالتالي وكمان كمان فنيا ما كانش بيشارك كتير، فالامر فنيا صعب على اوفا طبعا. صحيح، الحارس دايما فعلا زي ما شناوي بيقول، الحارس اللي بيكون مش بيشارك بشكل كبير، ووقت ما بيشارك بتلاقي دايما عنده القدره في ان هو ما يحسكش بالفرق الكبير. مع كل الاحترام للشناوي، مع كل الاحترام لاي حارس كان موجود في الاهلي، بس فكره ان انت كحارس تقعد فتره كبيره ما بتشاركش، بمجرد ما رجلك بتحط في الملعب تحس ان انت بتلعب بقالك 10 ماتشات. صحيح، الاضافه اللي انا لازم كمان يعني لازم نتكلم فيها عند اوفا، ان دي واحده صعبه برضو، دي صعبه جدا، دي يعني تبان قدام الناس ان شوطها من بعيد ولو دخلت لا انها هو اللي يشيلها، لكن فكره ان انت اصلا تبقى متوقع ان اللعيبه يشوطوا، تفرق جسمك بالتراي اللي انت عملته ده، هي الشوطه دي قال عليها الشوطه حلوه والصد احلى بصراحه. ايوه بالظبط، يعني الشوطه حلوه جدا 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 من حته صعبه ومفاجاه، يعني مش كتير من اللعيبه تفكر من الحته دي تشوط على الجول، فهي مفاجاه كمان لشوبير، يعني اي جول واقف بين التلات خشبات مش هيفكر انه اللعيب ده هيشوط، يعني الحته دي مش هيشوط منها، فبالتالي فيها عنصر مفاجاه، فيها قوه قريبه من الارض، ودي كلها صعوبه على حارس مرمى. بحكم ان انا اصلا حارس مرمى فانا فاهم قوي مصطفى شوبير. في حاجه ما حدش لاحظها غير حارس المرمى او مدرب حراس المرمى، ان مصطفى شوبير بيستخدم رجله في التناقل ما بين الثلاث خشبات حلو قوي. ده بيديله باور. انت تاني واحد في 48 ساعه يقول لي مصطفى شوبير مميز جدا بانه بيلعب برجله. شناوي سبقني في الحته دي فعلا، بتتكلم على انه بيلعب الكره حلو ولا الاتنين. تحركاته الاثنين بياخد الستيب حلو قوي، لان خلي بالك في حراس تقيله جدا في الدوري المصري ما بتعرفش تاخد الخطوه، انما مصطفى شوبير بيعوض قصر القامه شويه بان هو بيتحرك كتير جوه ال 18 او جوه تحت الثلاث خشبات، ده بيديله باور، بيديله عارف انت اللي هو الاستيك كده لجسمه. هو مش قصير يعني، اعتقد انه ممكن اقل من الشناوي بحاجه بسيطه. اقل يعني هو الشناوي عملاق، فيعني عملاق اي حد جنبه هيبقى ممكن. فهي دي عشان ما تعودناش كمان ان احنا نشوف حارس في مصر كتير ما من مش هنقول قصار القامه بس ما يكونش طوله زي الشناوي يعني. لكن لو جينا بصينا بره هنلاقي فيه كتير، ابرزهم مثلا ايكر كاسياس. كاسياس طبعا واحد من افضل حراس في تاريخ الكوره وحارس ريال مدريد، كان حارس برده، كان بنيانه ما كانش الحارس اللي سادد المرمى، بس هو قادر باللياقه وبالمرونه اللي عنده ان هو يعمل نفس اللي احنا بنتكلم عليه على موضوع شوبير. اصل خد بالك الطول واحده من حاجات يعني حاجات مهمه، جزء او جزء من حاجات كتير مواصفات، لكن قبل الطول مطلوب منه ريفلكس يكون عالي جدا، مطلوب منه التحرك تحت الثلاث خشبات او في السكس يارد عنده اصلا جوه تحت السكس يارد، قرايه اللعبه التيك اوف بتاعه عامل ازاي، ففي حاجات كتيره جدا. طيب عايز اتكلم معاكم على ماتش سيراميكا، وعايز اتكلم معاكم على شكل الدوري، بما ان احنا رجعنا للدوري بعد غياب اول ماتش ليا كان المقاولين، وعندنا ماتشين في خلال الايام اللي جايه، تعالوا نتكلم على شكل الدوري شويه، تقولوا لنا اخبار الفرق ايه واخبار المواهب ايه ومين اللي نعمل حسابه ومين تالق في الـ في الـ في ال او جات لك المعلومه. مصطفى شوبير متر 85، الشناوي متر 91. يعني لو مصطفى عمل قصه صلاح، لوك صلاح، هيجيب السنة. طيب فاصل ونرجع نتكلم على الدوري في نسخته الجديده قبل ما نفتح ملف الاهلي وسيراميكا. لما تبص على جدول الدوري هتستعجل، لانه مش بس الترتيب، في ارقام ثانيه في بين السطور حقيقه علامات استفهام كبيره جدا. تعالوا نشوف جدول الدوري اخباره ايه وترتيب الجدول واهم العلامات فيه طبعا، ونسمع راي شناوي وشبانه في الجدول. ابدا مع شبانه، اخبار الجدول ايه؟ انا شايف الترتيب بدايه طبعا بيراميدز مركز اول، مودرن فيوتشر مركز ثاني، زاد مركز ثالث مفاجاه طبعا حصان اسود، اتحاد سكندري، ام بي طالع الجيش، الاهلي مركز سابع، بس الاهلي طبعا ليه مؤجلات، هو الفريق لعب اقل عدد من الماتشات، ثلاث ماتشات بس، يعني لو وصل علامة كاملة طبعا يفرق بخمسة بونت.
لكن في مفاجآت في بالتأكيد في الترتيب ده نادر. من وجهة نظرك أكبر مفاجأة إيه؟ أعتقد إن تواجد زيد في المركز الثالث وهو أول مشاركة يعني سنة أولى دوري زي ما بيقولوا، بس ده طبعًا ده مش عودة بعد غياب، ده فروم سكراتش زي ما بيقولوا، يعني ما كانش فيه أساسًا قبل كده. بالظبط، لكن هي تفرق معاهم يعني فكرة السكواد اللي موجود عندهم، لعيبة محملة بالخبرات اللي لعبت في الدوري المصري ولعبت لأندية كبيرة في الدوري المصري، معظمهم لعبوا في الأهلي. حتى اللعيبه اللي بدات تنتشر او بدات تتالق في الدوري السنه اللي فاتت بيتعاقدوا معاها السنه دي، او زيكو مثلا، زيكو زيكو واحد من افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين الحقيقه في الدوري المصري السنه اللي فاتت، كان على الرغم ان اللي كان فريق حرس الحدود كان بيعاني بشكل كبير، ولكنه كانت النقطه المضيئه زي ما بيقولوا في فريق هو الحرس. في السنين اللي فاتت، مش عارف حماده يتفق معايا في ده ولا لا، في السنين اللي فاتت كل الفرق اللي بتطلع بتجيب لعيبه من الدوري، دي حقيقه. وفي فرق بتصرف بتحط بادجت أو ميزانية يعني للكرة، للفريق بتاع الكرة، مش هبالغ لو قلت أكتر حتى من الفرق المقدمة، أكتر من الأهلي والزمالك. يعني تلاقي في فريق زي البنك الأهلي مثلا حاطط بادجت تقول ده الفريق ده داخل ينافس على البطولة، لكن مش كل التجارب دي بتنجح. لا لكن زاد أنا يعني أنت بتتكلم على بنك الأهلي السنة دي مثلا قبل الاخير ثلاث نقط، كسب امبارح مع طارق مصطفى اعتقد اول مباراه، اول ماتش مع طارق مصطفى 4-0 المصري، بدايه قويه لطارق على فكره. دي حقيقه، طارق مصطفى مدربين كويسين هي المفاجآت في الدوري، وانت زي ما قلت او بدات الحديث بفكره الصفقات او الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، فبتشتري صفقات كتير، وبتشتري دايما صفقات اغلبها تكون كبيره في السن عشان تيجي تحمل الفرقه بالخبرات، ولكن التجارب دي اغلب ما بينجحش، لان انت بتعتمد دايما على الدفع، بس دفع بدون تخطيط، انت ما عندكش قاعده اساسا عشان تشتغل عليها، فانت بتدفع فلوس كتير، بتشتري لعيبه كتير، فبتخسر كتير، فبتهبط برضه. لكن انا بالنسبه لي المفاجاه يمكن هي مش ظاهره او رقميا، هي بلديه المحله. دي حقيقه، بلديه المحله من الفرق، احمد عبد الرؤوف، احمد عبد الرؤوف من الفرق اللي عندها هويه. يعني من الصعب جدا ان فرقه تبقى صاعده من الدرجه الثانيه وتبقى عندها هويه. يعني اخر فرقه فكرتني بالايديولوجي كان وادي دجله، ومفيش بادجت، لا مفيش بادجت، على فكره كل اللعيبه اللي جايبها كلها فري واعارات. يعني حسام اشرف اللي هو الهداف بتاعهم وهداف الدوري دلوقتي، عنده 5 اهداف، هو على فكره من اللعيبه جاي اعاره، يعني هو مش شاري حد ولا دفع ارقام كبيره، ولكن الفرقه عندها ايديولوجيه وعندها هويه وبتلعب بفلسفه، لا وكمان بتسجل منها وبتستقبل. ولكن هو يمكن العيب الوحيد اللي هو موجود عندهم ان هم زي ما بيسجلوا كتير بيستقبلوا كتير، فالامور بالنسبه لهم بتتعادوا بفقد نقط كتير. عندك مثلا من الحاجات برضو اللي بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا هو البنك الاهلي. البنك الاهلي عنده لعيبه بتاخد مرتبات اهلي وزمالك، وفي نفس الوقت هو بالنسبه لي كده هو بيصارع على الهبوط، فغريب بالنسبه لي طبعا ان 6 ماتشات المقاولين واحد. المقاولين مش مفاجاه بالنسبه لك يا نادر؟ مفاجاه بالنسبه لي على المقاولين عرب في المركز الاخير في الترتيب، المركز الاخير بدون اي فوز، ب4 خسائر وبتعادلين. فاعتقد ان يعني ممكن يكون يعني ما بحبش اقول كلمه ضحيه، بس اعتقد الضحيه الاقرب يعني من المدير الفني هيكون كابتن شوقي غريب مع المقاولين. رغم ان انا لما بتفرج على فريق المقاولين مش في مباراه الزمالك او في مباراه الاهلي، في الماتشين يعتبر الاقوى للمقاولين من بدايه السيزون، شكل الفرقه اللي كانت موجوده في الملعب انت بتلاقي اسماء اصلا. يعني الماتش اللي فات قدام الاهلي في لاعب نزل مواليد 2005 مهاب او مهند، اعتقد مهاب او مهند، ده نازل في اخر ربع ساعه، وكان احد الاسباب ان كان الفريق يسجل هدف، كان واحد من اللعيبه اللي كانت سببت في ضربه الجزاء اللي على اليو ديانج. فدي بتدل على ثقافه المقاولين. بس القصه ان انا بالنسبه لي شايف ان بعد ما بدات الكوره تبقى استثمار، وبدات الكوره ان انت دايما بتبص لبره انك انت تصرف وتجيب لعيبه، المقاولين لو استمر على السياسه دي هيعرف لو عمل زي انبي. ايه بس ده انت بتتكلم على عميد انديه الشركات في مصر وافريقيا والوطن العربي، لدرجه انه تحول بالنسبه له يعني لدرجه انه تحول النادي جماهيري، ناس كتير بتشجع المقاولين، اعضاء المقاولين. بتتكلم على بطولات على مستوى افريقيا، بتتكلم على بطولات على مستوى محلي، بتتكلم على بطولات على مستوى افريقيا يعني، فبالتالي في تاريخ عدد لعيبه من فهو خلاص طلع من تحت مظله انديه الشركات. المقاولين بقى نادي زي كل انديه، نادي يعني. لكن تيجي تبص على انبي الناحيه الثانيه، على قد ما هم عندهم عدد كبير من الناشئين المميزين اللي بيتواجدوا في مصر كلها، ولعيبه من اللعيبه من نادي من الانديه اللي من وقت ما صعد للدوري الممتاز ما هبطش ولا مره، وبيقدم نتائج مميزه كل موسم مع كل مدير فني مختلف. تيجي تبص عليه مثلا في جدول الدوري هتلاقيه في المركز الخامس، مركز الخامس ب10 نقط، بخسارتين بس،
وتعادل وثلاث انتصارات منهم انتصار على الزمالك. ايوه. وانتصار امبارح كان على فيوتشر. هو اخر ثلاث ماتشات كسبهم. منهم فيوتشر والزمالك. ثلاثة متتالين. فشكل الفرقه على الرغم ان انت هتلاقي برضو عدد كبير من اللعيبه الشباب، ولكن فكره انك انت بتطعم الفرقه بلعيبه زي مثلا رفيق كابو، زي احمد زي اوفا المهاجم. وعنده قطاع ناشئين. دي حاجه بتميز. قطاع محمد حمدي كمان ملفت. بالظبط. محمد حمدي واحد من اللعيبه فعلا اللي برزت في الدوري السنه دي، ويعني زي ما بيقولوا لفتت انظار عدد كبير من الانديه. لكن انا بالنسبه لي شايف ان المفاجاه في الـ في الـ في الـ في الـ زد. فوق زد وتحت المقاولين. بالمناسبه زد هو النادي الوحيد مع النادي الاهلي اللي لم يتلقى اي هزيمه او اي خساره حتى اللحظه دي حقيقه. يعني هو طبعا لعب ست ماتشات، الاهلي لعب ثلاثه بس، لكن يعتبر من ناحيه الارقام فريق مميز جدا دفاعيا ومش بعيد عن الصداره. يعني انت بتتكلم في زاد 12 بونت، بيراميدز 13 بونت، فبالتالي لا بمباراه اقل. هل يكون زاد جيرونا الدوري المصري؟ يعني دي قصه ثانيه. السيراميكا ممكن بس ترتيبها عشان ما يكونش خادع، سيراميكا في المركز ال 13 لكن لها لعب مباراه اقل من كل فرق الدوري. مكسبها للمباراه دي يوصلها للمربع اعتقد او للمركز الخامس. تعالوا نشوف سيراميكا بقى وملف بالمناسبه افضل مدير فني حتى الان في الدوري من وجهه نظركم. مجدي عبد العاطي. يعني مجدي عبد العاطي مع زد. بالنسبه لي مجدي عبد العاطي ومعاه احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف مع بلديه. بس انا هقول لك اراهن على، كنا لسه بنتكلم انا وابو علي وايهاب امبارح على المديرين الفنيين، الحقيقه كله مستبشر خير جدا لطارق، وبيقولوا انه كان عامل شغل كويس جدا في المغرب، فالحقيقه برده ممكن يكون اضافه فنيه للدوري المصري. دي حقيقه، مدرب على خلق ومدرب كامكانيات في الملعب. وكمان يا احمد فكره ان هو لما كان اسيستنت مانجر كان مع عدد كبير من المدربين الكبار، فشرب منهم قوي، خد خبرات خبرات كبيره جدا. وانا بيعجبني مدرب قليل الكلام كثير الفعل. هو من المدربين دي واللي انا مستبشر فيه خير ومتفق معاك في الموضوع ده. كان في ترشيح اعتقد ليه في المغرب قبل ما يجي انه يمسك الوداد والرجاء، يعني الفرقتين كانوا طالبين طارق مصطفى. دي حقيقه كان الكلام ده كمان كان من فتره في السنه اللي فاتت لما الرجاء لما الوداد مشى، كان ساعتها كان خوان كارلوس جاريدو. السنه اللي فاتت لما مشي هو كان من ضمن الاسماء اللي ترشحت ان هي تمسك قبل ما يمسكهم المدرب اللي هو مش متذكر اسمه. خسر مننا الفاينل. بلجيكي. هو البلجيكي. اسمه فاندربروك. طيب خليني اروح معاكم اللعيبه. طب قبل السيراميكا. لعيبه لفتت الانظار. لا هو بصراحه الدوري السنه دي فيه لعيبه كتير لفتت الانظار. يمكن في هتقول اسماء جديده ولا هتقول اسماء عارفينها؟ يعني من اللعيبه طبعا اشهر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بالاخص هو احمد قندوسي. احمد قندوسي هو من امتع اللعيبه الموجوده في الدوري المصري حاليا. مزيكا اتفرجوا عليه على فكره، عامل شغل كويس جدا. اربع اهداف وعنده كمان اسيست، بجانب كمان ان هو صنع 12 فرصه، بجانب كمان ان هو من اعلى اللعيبه معدلا للمراوغه في الماتش الواحد 2.3، بجانب كمان ان هو دايما مؤثر في النتيجه بتاعه سيراميكا. فهو على فكره مساهم في 7 اهداف من 8 سجلوهم، هو سكند اسيست، فهو لعيب مؤثر جدا مع الفرقه وحرفيا شايل الفرقه. اللعيب الثاني هو برضه في سيراميكا هو صديق اولا. هو كان في سيراميكا في سموحه قبل كده. اللعيب ده على فكره من اللعيبه السنه دي اللي فعلا مؤثره جدا برضه مع سيراميكا، ولعيب اصلا ممتع على المستوى الفني. عارف انت اللعيب اللي هو اللي بيراوغ كتير، اللي بيروح على مرمى كتير، وبيروح دايما واحد على واحد عايز يرقص، هو فعلا كده. يمكن عمل واحده كده في ماتش اللي قبل اللي فات، كان واحده كده أنكر ميسي كان عمال يرقص كده ووصل بيها بس ضيعها في الاخر، فبتوضح فعلا قد ايه ان هو اللعيب ده مؤثر. اللعيب الثالث هو برده المؤثر بالنسبه لي برده هو حسام اشرف مع بلديه المحله. مهاجم بلديه المحله ده معار من الزمالك. لعيب مؤثر جدا برده مع بلديه المحله، مسجل 5 اهداف، بيسجل من انصاف الفرص اللي شفناه. الرابع يعني طبعا هو من اشهر اللعيبه الموجوده في الدوري المصري طبعا، هو كريستوفر مابولولو. مهاجم الاتحاد. بالمناسبه يعني هو مهاجم عنده 6 اهداف، عنده 34 سنه، مهاجم بيتحرك كتير، مهاجم بيسجل بوضعيات مختلفه كتير جدا، بيسجل برجله اليمين برجله الشمال، بيلعب كمان بهيد يعني في 34 جداً. بيسجل اهو ما بطلش كوره وهداف دوري لا وكمان قصه مش بالسن ولا ايه نازل صح؟ لو شفت الهيت ماب بتاعته كمان تحركاته في ارض الملعب لا ما يبانش خالص ان هو 34 سنه، لا بيتحرك في كل مكان في الملعب. واحنا كنا بنتكلم في ده قبل الهواء، الناس مش يعني انا مقدر طبعا، يعني انا ما زلت طبعا جمهور اهلي، يعني بقعد اتفرج على الماتشات
وجهه نظري طبعا في الحاجات متفقه كتير جدا مع الجمهور، واوقات كتير بزعل، واوقات كتير بقول لا احنا هنا اتصارعنا واحنا هنا، لكن ما تيجي تبص على ارض الواقع في ظروف اوقات كتير جدا بتبقى معاكسه. يعني مودست جاي في توقيت نمره واحد بطولات صعبه جدا او احتكاكات ومنافسه توقيتها صعب جدا، جاي من فتره هو كان بعيد محتاج وقت عشان يرجع، جاي من فتره بعد معاناه الجهاز الفني، وكولر اتكلم في الحته دي مع اللمسه الاخيره، وجماهير النادي الاهلي مشتاقه المهاجم يعوضهم يعني عن اسماء قبل كده كانت موجوده ومشيت ما كانتش على نفس مستوى طموحاتهم، فهو جاي كل الظروف ضده، والفكره انه الناس مش عايز تصبر، الناس ما عندهاش رفاهيه الوقت، وبصراحه الناس برده مش قادره تصبر، يعني انت تتكلم في بطولات ومنافسات فما فيش رفاهيه الصبر. المعادله دي ازاي؟ يعني المعادله دي ممكن يكون المخرج منها ايه يا ندى؟ انا بالنسبه لي شايف، انا واحد اللي انت بتقوله ده احمد نفس الكلام انا يعني انا بمر بيه مع مودست. انا واحد من الناس لما كنا قاعدين معاك انا شنو قبل كده واتكلمنا على الصفقه قبل ما كانت تتم بيوم، وكنا بنعدد مميزاته وكنا بنتكلم عن موضوع السن. انا موضوع السن ده مش فارق معايا ومش يعني مش ببص له بعين الاعتبار بقدر ما انا بالنسبه لي اللاعب عطائه في الملعب بيفرق عن اي حاجه ثانيه. فالقصه كلها ان اللاعب عطائه في الملعب لحد دلوقتي فكره ان هو ما قدرش يقنع جمهور الاهلي، ده بيخلي عدد كبير من الجمهور يقدر ان هو يعني ينتقد انتقاد زياده عن اللازم، اللي هو انا انت كمهاجم مش عايز منك اي حاجه غير ان انت تسجل اهداف. مظبوط. فالمخرج الوحيد انه يسجل اهداف، والاهداف هتديله ثقه بشكل اكبر. أيوة. هو بمجرد ما بيسجل او بمجرد ما هيسجل، هو في مباراه المقاولين زي ما شناوي قال قدم واحده من افضل المباريات. صحيح. كان بيتحرك صحيح. بشكل كبير، وكان بيستلم صح، وكان بيراوغ صح، وكان دايما عنده، كان ناقصه بس الفعاليه على المرمى، لكن ما وصلتلوش الكور يعني الكور اللي تخليه يقدر ان هو يهدد مرمى. امبارح كنت بتكلم في الجزئيه دي، كنت بقول برده انه مطلوب زي ما بنطلب منه نطلب ليه، مطلوب كمان انه الاهلي ينوع شويه في طريقه هجومه اللي بتعتمد في اغلب الاوقات، يعني الكورتين الاخطر والفرص المحققه اللي حصلت للاهلي في ماتش المقاولين كلها اختراقات من العمق، وهنا مهاجم الصندوق ما بيبقاش ليه دور كبير جدا فيها، على عكس ما تكون بتعتمد على الكرات العرضيه بشكل كبير ومواصفات مودست. بالظبط. تعتمد عليه في الخطوره جوه الصندوق. ارقام مودست عايز اقراها شويه مع حماده الشناوي ومع نادر، لكن اسمحوا لي اروح لفاصل سريع واخير ونرجع نكمل كلامنا ونفتح بقى ملف سيراميكا. السيناريو بالنسبه لي انك انت تبدا ماتش سيراميكا تحقق فوز مبكر او هدف مبكر يريح الاعصاب، يخلي الاهلي يلعب كورته، تاكد على الفوز سلام لو بهدف واثنين، وبالتالي يبقى في فرصه لتجربه عناصر ودخول اسماء كتير. زي ما قلت لكم انه من اهداف الفتره دي مش بس انك تكسب وتامن يعني النقاط بتاعت كل مباراه، لكن كمان انت محتاج تجهز، وخصوصا ان في لعيبه لغايه النهارده ما ظهرتش في سكواد النادي الاهلي ممكن جدا 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 تحتاجهم وتران عليهم في بطولات مهمه زي بطوله الشامبيونز ليج وزي بطوله كاس العالم للانديه، لانه ما حدش عارف كمان شهر مين ال11 اللي ممكن يكونوا موجودين في الملعب. اعتقد ان الفرصه متاحه قدام الجميع، والجهاز الفني عليه انه يجهز كل عناصر النادي الاهلي انها تكون جاهزه في اي وقت للمشاركه. اتكلمت على بعض الاسماء زي نيدفيد، زي كريستو، زي سوليا، زي متولي، اللي بعتقد انه الماتشات دي ممكن تكون فرصه انها ترجعهم، ومودست اللي محتاج زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل انه ياخد وقت زياده، لانه الوقت هو الحاجه الوحيده او التحدي الوحيد قدام مودست عشان يستعيد مستواه. ابدا مش هيكون في التدريبات بقد ما هيكون في الماتشات. نعدي على نقطه مودست سريعا قبل ما ندخل في ماشي. انا اتفق معاك في الكلام اللي انت قلته، يمكن لما كنت بكلمك تحت الهواء بفكره ان مودست من السنه اللي فاتت بقاله 12 شهر حتى الان هو اكتر عدد دقائق لعب، اكتر عدد دقائق لعب فيه مع بروسيا دورتموند كان 30 دقيقه في ماتش واحد، فده ارقام على مدار السيزون. هو كان شارك معاهم 10 ماتشات من لحد من 12 من شهر 11 لحد ما خلص معاهم السنه، كان 10 ماتشات كلها 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، ما كانش بيشارك بشكل اساسي. فده طبعا ارقام ما تساعدش اي لاعب يجيب فورمه حتى لو كان عنده 18 سنه. جمع النادي الاهلي وجاء في ظروف صعبه، الظروف الصعبه دي ان احنا بدانا الموسم بالعكس، الصعب في الاول هو زي السوبر ليج، زي كاس السوبر، زي ماتشات صعبه في الدوري امام المصري امام الاسماعيلي. فمودست هو اكتر حاجه محتاجها دلوقتي، هو محتاج ان هو يشارك كتير، محتاج ان انت تثق فيه، محتاج ان هو يلعب 90 دقيقه، محتاج ان هو يجرب، محتاج كمان ان اللعيبه تبص عليه، محتاج كمان ان هو يدخل جوه ال 18 كتير ما يخرجش بره ال 18 كتير. هو محتاج بعض الحاجات
اللي تخليه يقدر يطلع الامكانيات اللي موجوده عنده. انا يمكن قبل ما قلت لك يا احمد انا عندي امل فيه ان هو هيكون حاجه كويسه، بس هو بس محتاج ان هو يشارك، محتاج يجيب جون، لان بالذات المهاجم اكتر حاجه بيبقى محتاجها هو الثقه، الثقه في نفسه في المقام الاول طبعا، ثقه المدير الفني فيه، الجمهور حواليه، وكمان وانا اختلف معاك في الترتيب، هو محتاج بس يطمن ان الجمهور مش ضاغط عليه، يعني فكره انك بتلعب باريحيه مش محتاج تثبت حاجه لحد، دي في حد ذاتها مهمه جدا بالذات المهاجم، يعني بالزبط. يعني من ال11 مركز اللي موجودين في الملعب المهاجم بالذات وبالذات في النادي الاهلي يعني محتاج دي، محتاج انه يحس انه الجمهور مطمن له، الجمهور عايزه وموافق عليه. لا هو اكيد مدرك كمان ان هو جاي بسقف توقعات عالي جدا. يعني هو مدرك كمان ان هو جاي بعد مهاجمين كتير مشيت، واكيد هو مدرك كمان حجم وقيمه والنادي الاهلي وجمهوره ومكانته في الكره الافريقيه، وكمان مدرك لحجم الخساره او حجم الضياع الفرصه او حجم ان هو ما يكونش كويس، فهو اكيد عارف معنى النادي الاهلي لانه لعب في انديه جماهيريه طبعا صحيح، ولعب في طيب ننقل لسيراميكا ايمن رمال. بدايه متابعتك لسيراميكا، هو لعب خمس ماتشات في الدوري لغايه دلوقتي، بس نسخه ايمن رمادي الحقيقه ممكن تكون واحده من اميز، مش عارف رايك طبعا، بس من النسخ المميزه لسيراميكا كليوباترا، ارقامه مش وحشه، سكواد بتاعه على المستوى الفردي في اسماء تقيله جدا تصنع الفارق، وعلى المستوى الجماعي مع مدير فني بحجم ايمن رمادي ممكن يبقى مميز. هل اللي لاحظته على سيراميكا او اللي شفته في ماتشاته انه بيلعب كل مباراه حسب الخصم او حسب في مديرين فنيين ما عندهمش قوالب ثابته مع حسب طبيعه المنافس وقرايته النقاط اللي تلاقيه بيلعب بطرق مختلفه، ولا طريقته ثابته وتشكيله ثابت من بدايه الموسم لغايه دلوقتي؟ انا شايف ان حتى لو كانت طريقته ثابته، بس حتى يعني مع اختلاف الاسماء اللي بتلعب، ولكن نفس الافكار اللي عنده، نفس الافكار اللي عايز يطبقها في الملعب بتطبق في ماتشات كتير. من الماتشات اللي شفتها لايمن الرمادي، وتحديدا حتى من بدايه من اول ما مسك في نهائي كاس الرابطه السنه اللي فاتت قدام المصري، فكره ان انت بتكسب نهائي كاس الرابطه واول بطوله تحققها في تاريخ سيراميكا مع عدد اللعيبه اللي اتغير في الفرقه، ودلوقتي لعيبه ثانيه كمان دخلت على الفرقه، فكره ان يخش جوه المجموعه ويقدروا ان هم يطلع احسن حاجه منهم، احمد القندوسي واحد من اللعيبه اللي كلنا كنا عارفين امكانياته مثلا ان هو موجود في الاهلي، هو اكتر حد منور السنه دي في سيراميكا بالظبط، كان عارفين امكانياته من قبل ما كان يوصل الاهلي، من حتى لما كان مع منتخب الجزائر كمان في بطوله امم افريقيا المحليين طبعا، كان منور جدا وقت ما وصل الاهلي في الماتشات اللي لعبها، كان احمد القندوسي عنده باين لمسته، باين لمسته ان هو لعيب كوره حريف، هو قدر يخرج احسن حاجه منه، عامل ماتشات كبيره جدا زي ما شناه وقال وتفضل بارقام القندوسي في من بدايه السيزون لحد دلوقتي، واحد من اللعيبه اللي فعلا يعني نتمنى كده انه مش من الناس اللي هو من كان يضرب لهم يضرب امامهم بكره، ما يحصل بعد بكره ما يحصلش ده قدامنا، ويعني كده يبقى دي اوف وبعد كده يبقى زي الفل، ما فيش عنديش اي مشكله بعد كده. لكن كمان بالاضافه كمان للقندوسي، فكره ان جون ايبوكا، عوده جون ايبوكا تاني للفريق، عمل حاله هجوميه قويه جدا للفرقه. محمد ابراهيم واحد من اللعيبه برضو اللي من دلوقتي لو هنتكلم على سيراميكا فهو من اساطير سيراميكا خلاص، واحد من اللعيبه اللي بقى عنده باع كبير في الفريق، حقق لقب مع الفرقه، عنده قدرات يقدر يوصل اللعيبه للجون بسهوله جدا، وفوق اللعيبه القليله في مصر اللي عندها كره عاليه جدا، دي حقيقه. وفوق كل ده بتفرق كمان فكره ان انت يكون المهاجم الاساسي بتاعك السنه اللي فاتت مثلا كان صلاح محسن، واحد من هدافين الدوري، واحد من اللعيبه اللي كانوا مميزين جدا مع سيراميكا، وبعد ما بيمشي بيجي لك مهاجم تاني ومع ذلك انت بتقدم بنفس المستوى، بتقدم نفس الاداء اللي كان او الاداء حتى اكتر من اللي الناس كانت متوقعه منك، فدي حاجه تحسب لايمن الرمادي، واحد من الناس كمان اللي السنه اللي فاتت قدر انه يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان فعلا ان في عدد كبير من المدربين المحليين او من المدربين المصريين يستحق النظره، وده كان بدايه من مباراه الزمالك واسوان اللي كانت في اسوان، وعمل مباراه عظيمه على الزمالك امام فريرا، وكان يقدر يتفوق باكتر من هدفين، ولكن يعني لسوء الحظ ما كسبش غير 2-1. لكن انا متفق تماما معاك في موضوع ان ايمن الرمادي مدرب عنده افكار بتختلف من مباراه للثانيه، وقدام الفرق الكبيره ممكن يكون الشكل مختلف، ما ينزلش ان هو يكون هو اللي بيبادر، ممكن ما يكونش هو رد ممكن ما يكونش هو الفعل ويكون بس هو رد الفعل، ولكن الكلام ده كله بيبقى على حسب امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك في الفرقه، متسلحا بالخبرات ومسلحا بالشباب والامكانيات اللي عنده هو كمدير فني. انا شايف ان ارقامهم في الدوري انها فرقه متوازنه، يعني زي ما اتفقنا خمس ماتشات، اثنين فوز واحد تعادل اثنين خساره، الاهداف ليه 8 وعليه 4، وبالمناسبه ملاحظه هنا يعني من ناحيه الارقام كلهم في الشوط الاول، يعني 8 جابهم في الشوط الاول، بس انا بيتهيألي الثاني بتاع بيراميدز كان في الشوط الثاني صح؟ الثاني كان في بلس 90 صح؟ الثاني كان في بلس 90
والاهداف عليه 4 برضو كلهم في الشوط الاول. هداف زي ما اشتب قندوسي واجوله هم الهدافين، قندوسي 4 اهداف، ثالث هداف الدوري، وصديق اجوله 3 اسيست، هو الاكثر صناعه والاول على مستوى الدوري. بص، هو فرقه سيراميكا على المستوى الجماعي غير على المستوى الفردي، يعني انت لما تمسك كل لاعب فيهم تحطه في فرقه ثانيه يبقى نجم، ولكن كلهم مع بعض فرقه سيراميكا مش افضل حاجه، يعني الشكل الجماعي لفرقه سيراميكا هجوميا ودفاعيا مش افضل حاجه، عشان كده تلاقي كل الاهداف اللي سجلت مع فرقه سيراميكا وكل الفرص اللي اتصنعت مع فرقه سيراميكا سولو، اللي هو اهداف جايه من ناتج فردي للاعب، تلاقي محمد ابراهيم مثلا عنده 11 فرصه، تلاقي كندوسي عنده 12 فرصه وصنع هدف ومسجل 4، هتلاقي محمد شكري مسجل من مباراه 18. تقصد تقول انه الفروق الفرديه او الفروق الفرديه هي اللي عامله الشكل ده للسيراميكا؟ دي حقيقه، هي اللي عامله الشكل ده لفرقه السيراميكا، عشان كده حتى على المستوى الدفاعي يعني غياب لعيبه مثلا زي صديق او ابراهيم او كندوسي يوقع الفرقه من وجهه نظر. وعلى فكره هو في الـ في الـ في, الـ في الكام ماتش اللي لعبوهم في الاربع ماتشات او الخمس ماتشات اللي لعبوهم، خلي بالك دايما الشوط الثاني عندهم مشكله ان هو المستوى البدني بتاعهم بيقع، لا بيقع بشكل باين قوي وواضح قوي، لان كل اللعيبه اللي في الخط اللي قدام يا احمد هي لعيبه حريفه، ودايما اللعيب الحريف ما عندوش النفس الطويل في الملعب، فحتى جون عندنا هنا بس في مصر دي حقيقه، لان هو دايما بيعتمد على ميسي كام و30 واخد بالون دور، ابره كام و40 وكان كسبان الدوري في ايطاليا، يعني القصه دي بس في مصر عندنا هنا. طيب هو مش قاعده يعني اما على المستوى الدفاعي فالفرقه مقسومه نصين، نص حلو قوي قدام، مهارات فرديه، قدرات فرديه، حلول فرديه، كل لاعب فيهم يقدر يسجل بنفسه، ولكن على المستوى الدفاعي الفرقه بتبقى معزوله، لان كل الخط اللي قدام الخمسه اللي بيهاجموا قدام ما بيرجعوش يدافعوا مع الخمسه اللي ورا، فبالتالي سيراميكا بيتعرض لكم هجمات على مدار الماتش كتير جدا، عشان كده تلاقي مثلا محمد بسام هو اكتر حارس تصدى للكرات، هو مش بتتقاس بان هو استقبل كم هدف على قد ما استقبلت كم فرصه. محمد بسام صد 18 تصدي منهم 16 من جوه ال 18، ده رقم كبير جدا وبدليل ان فرقه سيراميكا بتتعرض لهجمات. هو ده اللي تخاف منه بقى بسام بصراحه، بيجي قدام الاهلي هو جول كبير طبعا يعني، بس قدام الاهلي بيبقى ايه؟ بيبقى بسام بتاع الكابتن بوفون يعني. بيبقى بسام الحقيقي. صديق اوجوله مش هيلعب ماتش، اتاكدنا من المعلومه دلوقتي، زمايلي بلغوني صديق اوجوله مش هيلعب غير مع مواجهه الاهلي، 3 انذارات فهيبقى معاه انذار. يمكن برده من الحاجات اللي الاهلي لازم يشتغل عليها الماتش اللي جاي هو محمد شكري. محمد شكري من في تركاية كده بيعملها كابتن ايمن رمادي، استوى شكري في سيراميكا بصراحه دي حقيقة. استوى بس هو في تركاية كده بتحصل ان دايما بيخلي صديق اجوله يخش لعمق الملعب يشتغل كبلاي ميكر، وعشان يفتح مساحه على محمد شكري ان هو يكمل قدام عشان يستغل قدراته في التسديد او ان هو يعمل كروس. فده بيسبب ان بتبقى هو اللي جاب الجول الثاني في بيراميدز، فبتبقى في مساحات كبيره في ظهره، فلو ما اتغطتش المساحه دي مين يسال عنها؟ محمد شكري. وللاسف الفرق دايما بتشتغل على الحته اللي ورا محمد شكري دي وبيلعبوا فيها، لانها طبعا باك متقدم فلازم استغل المساحه اللي في ظهره. الاهلي لو اشتغل على المساحه اللي في ظهر محمد شكري بكره، لا اعتقد ان بعد بكره اسف يعني، اعتقد ان هو يقدر ينتج فرص كتير جدا من ورا محمد شكري. الحاجه الثانيه هي الريبوزيشن، فرقه سيراميكا ما بتعرفش ترتد بسرعه، وخاصه كمان لما بتكون مبادره اللي هو عايزه تهاجم. يمكن كابتن ايمن الرمادي مع اغلب الفرق كرد فعل بيكون كويس، ولكن لما بياخدوا المبادره دايما النتائج السلبيه بتكون عليه اكتر. فمثلا لو انت شفت ماتش بيراميدز امبارح، لا ماتش بيراميدز كان فرقه سيراميكا كانت ممكن تخسر باكتر من هدفين وثلاثه كمان. صحيح. محمد التوفيق كان عامل التوفيق كان معاهم جدا، كان معاهم بشكل كبير جدا، وشفت الخلل كتير، وشفت المساحات اللي كانت موجوده في خط الظهر بتاع فرقه سيراميكا، وشفت قد ايه مثلا ان هم مش مترابطين حتى على المستوى الدفاعي. فزي ما قلت على مباراه سيراميكا وبيراميدز الاخيره فده المباراه امبارح ما كانش فيه سيراميكا وبيراميدز، اول امبارح انا عندي السبت والاحد ماتش بكره وماتش امبارح الساعه فهي الفكره كلها ان فرقه سيراميكا على المستوى الهجومي بشكل فردي لا تقلق منهم، لازم تعمل لهم 100 حساب. على المستوى الدفاعي بشكل جماعي وبشكل فردي اخطائهم كتير ولازم تستغلها، وبيسيبوا مساحات كتير، فاعتقد الحركه كتير من خط الهجوم بتاعنا سواء من الناس اللي هتلعب كلها، التمركزات، التحركات الزياده، التكمله،
التسديد، الكروسات، كل الحاجات دي هتعتقد ان هي هتعمل لها مشكله. ودايما عندهم خلي بالك الباك العكسي بيبقى عنده مشكله، يعني دايما برضو من الحاجات اللي لاحظتها في ماتش بيراميدز ان هم كانوا دايما بيلعبوا على الحته العكسيه، يعني دايما بيغيروا اللي هو اوفرلود ايزوليت، اللي هو بيجمع اللعب في ناحيه تروح يشتغل على الناحيه العكسيه، فهم دايما عندهم الاربعه بيروح عاملين ضامين لجوه قوي، فبالتالي بيسيبوا مساحات كبيره جدا من الناحيه العكسيه. فعندنا دايما الباك احنا بنبقى مميزين فيها جدا. نقل اللعب دايما الاجنحه عندنا بتبقى فاتحه بقى عامله ستريتش. ف احنا بقى من وجهه نظرك يا نادر شايف الشغل بتاع ماتش بكره، طبعا سيبك من جزئيه التكتيك لانه في النهايه انا شايف انه الاهلي ان شاء الله باذن الله حتى يعني ولو ما قدمش مباراه كبيره جدا نقدر نحقق 3 بونت، لكن ان شاء الله ايه اللي تتمناه او ايه اللي نفسك تشوفه الاهلي بيقدمه بكره في الماتش، مش عشان بس 3 بونت، عشان شكل الاهلي وشخصيه الاهلي اللي يمكن غابت شويه في الماتشات الاخيره. انا اتمنى ان انا اشوف اللعيبه اللي كانت فعلا بمستواها في الماتش اللي فات على الاقل يحافظوا على مستواهم. متوقع ان اللي تالق الماتش اللي فات يستحق التواجد في المباراه دي؟ اعتقد من ضمنهم من ضمن الناس وما اتكلمناش عنه في بدايه الحلقه كان احمد نبيل كوكا، واحد من اللعيبه اللي بيفرض نفسه بما لا يدع مجالا للشك انه واحد من افضل لعيبه الوسط موجودين دلوقتي في مصر. الثقه اللي عنده، نفس اللي كنا بنقوله على كريم الدبيس ده اللي بنقوله على احمد نبيل كوكا برضو. اتمنى ان هو يعني يظل احمد نبيل كوكا بيشارك. اتمنى ان لو عمرو السوليه جاهز يكون موجود مع الفرقه. انا ما اعرفش الحقيقه لسه القائمه طبعا ما لم تعلن بعده، ولكن عمرو شارك في التدريبات الجماعيه، فلو متواجد محمود متولي زي ما انت تفضلت قلت، كريم ندفن، بس كل الكلام ده احنا لما اتفرجنا على مباراه المقاولين لقينا 9 تغييرات في الملعب. مظبوط. لكن لما شفنا في الملعب كان الوضع مختلف، الفرقه كان شكلها حلو، الفرقه الشوط الاول حتى وان كان الهدف تاخر شويه وتسجل في نهايه الشوط الاول، ولكن شكل الفرقه نفسها كان حلو، شكل الفرقه كان بيوصل للجون، مفيش هزه بالظبط، ما تحسش ان الفرقه نتيجه تغيير او غياب اسماء كتير بالزبط. جدا وظهور ولا نتيجه كمان خروج من بطوله زي السوبر ليج. أيوه. تحس ان الفرقه لا يعني الفرقه نازله في الملعب، نازلين يستمتعوا بقدر الامكان يعني في الملعب. اتمنى ده، واتمنى كمان هضيف على الكلام اللي قاله الشناوي فكره الموضوع ان الناس اللعب ورا محمد شكري. محمد شكري زي ما انت قلت هو استوى جدا بالثقه اللي بقت عنده، وان هو بيعرف يسجل اهداف ويعمل اسيستات، بس عنده مشكله كبيره جدا دفاعيه، ودي ظهرت اصلا في مباراه الاهلي وسيراميكا اللي انتهت 1-1 وكان سبب في ضربه الجزاء اللي تسجل منها الهدف. اللعب اللي كان في ظهر محمد شكري في معظم الوقت دي ممكن نستغلها لو بيرسي تاو لعب اساسي، سواء لو طاهر لعب في نفس حالته اللي كان عليها في مباراه المقاولين. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده اللي يحصل في مباراه سيراميكا، واللعيبه يكون عندها الهدف الاساسي انك انت تسجل بدري علشان تستريح على مدار المباراه. اتمنى عرض قوي ان شاء الله باذن الله قبل النتيجه، لان النتيجه ما فيش فيها كلام، كل جماهير النادي الاهلي طبعا تتمنى الفوز ان الفوز ده يكون ترجمه لعرض ومستوى قوي يليق باسم كتيبه الاهلي الحقيقه، ويليق باسم مارسيل كولر اللي قدم اوراق اعتماده لكل جماهير النادي الاهلي في الموسم الاخير. كل التوفيق لابطالنا بكره كمان في السوبر جلوب، كاس عالم الانديه لكره اليد اللي هيشارك فيها الاهلي ان شاء الله، وهيفتتح البطوله في مواجهه النور السعودي. كل التوفيق طبعا لرجالتنا، يرفعوا راسنا ويشرفونا في مدينه الدمام في السعوديه. بشكر حماد الشناوي، بشكر نادر شبانه، نورتونا وشرفتونا حبيبا. بشكركم، وباذن الله نتقابل اعتقد هيكون بعد مباراه الجونه ان شاء الله باذن الله. على كل خير، تحياتي لكم.